أهوى النساء وإن زادتهن حبا حمراء الخجل والكيسة في قولها لينة متزنة الوجل ومن إذا حلا لقياها لم تقل إني على عجل لا ترى عينها إلا أنا وتعطر قلبي بالغزل صادقة أأتمن عليها حياتي صنفا لا يمشي بالحيل تلوي ضعفي من معصمه تلوي ضعفي من معصمه وتمسح لي بلل المقل تنتظر وصولي آملة أن آتي معافا بعد العمل تقصف روحي عشقا أحلى وأشهى من العسل لتنسيني أني كنت غريقا في أعماق ملأى بالملل لأنام ليال وكأني لم أرقد منذ الأزل متوسطة العود أرشق من غزلان الجبل صوتها أعذب من صرخة عود ثمل تطرب سمعي بهجا بذاك اللفظ الهزل حتى تمنى فؤادي أن يمد ربي في الأجل لأشبع روحي من سيدة تتقن معنى الدلل تتقن معنى الدلل كان معكم الشاعر بغداد موسى من الجزائر نشكر لكم حسن الاستماع ونشكر لكم ونشكر لكم النقد كان بناء أو هداما